بالرغم من بعض المحطات هنا وهناك، يبدو أن 13 عاماً من المراحل الانتقالية لم تكفي الليبيين للخروج من دوامة الانقسام والتوصل لحل سياسي. بالوقت الذي بدأت فيه أطراف الأزمة الليبية مؤخراً العمل على تشكيل حكومة موحدة في ليبيا عبر استكمال الاجتماعات بين أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، والتي كانت القاهرة محطتها الأخيرة، يرى مراقبون أن تشكيل حكومة موحدة في ليبيا معضلتين. الأولى تتمثل في كيفية التعاطي مع حكومة طرابلس، والثانية بسبب ما وصفوه بالبرود بين رئيس المجلس الأعلى للدولة والبرلمان. الوقت الذي أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بدء إجراءات تشكيل الحكومة المنشودة بعد أن حرك لقاء القاهرة الركود السياسي بين صالح ومحمد تكالى رئيس مجلس الدولة. أكدت مصادر ليبية أن تكالى غير راض عن حراك القاهرة ومقترح حكومة موحدة تزيح حكومة الوحدة الوطنية برئاسة دبيبة، وأنه سعى إلى قطع الطريق عن صفقة عقيلة صالح مع أعضاء من المجلسين. كما أن تكالى أو وفد النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر العبيدي إلى الرباط لبحث ترتيب لقاء أواخر الشهر الجاري يجمع مجلسي النواب والدولة تحت رعاية الأمم المتحدة، ويعيد فتح ملف المناصب السيادية، خاصة مع وجود انقسامات حادة داخل مجلس الدولة نفسه بسبب معارضة البعض لمواقف تكالى والدبيبة وحكومة دبيبة. برلمانيون ليبيون قللوا من فرص نجاح مساعي تشكيل حكومة موحدة في ليبيا، معتبرين أن صالح وتكالى فشلا سابقا بالتوافق على نقاط بسيطة، فكيف سيتفقان على نقاط مصيرية قد تضر بمصالحهما؟ النقاش والتحليل من باريس، ينضم إلينا المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش. مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. العراقيل كبيرة، ولكن دعني أبدأ معك من ما جرى في القاهرة. وتقول المصادر ويقول بعض المحللين تكالى يرفضه. طيب كيف ذهب أعضاء من الأعلى للدولة مع النائب الثاني لمجلس الأعلى للدولة، وتتحدث الأمم المتحدة والقاهرة عن تفاهمات مبشرة، والنواب بعدها ذهب وأعلن عن موعد لاختيار الحكومة الجديدة. هذه الفوضى اليوم على أي أساس مبنية؟ مرحبا أخي العزيز. الحقيقة هي هذه الاجتماعات التي تحدث تتكرر باستمرار ودون أن تنتج أي تصور ما للخروج من الأزمة القائمة. وأعتقد بأن السبب الأساسي في هذا الأمر هو عدم تغير الأسس التي وفقها من ممكن أن يفرض أمر واقع جديد. وبالتالي أنا أتصور بأن هذا الانقسام القائم بمجلس النواب ومجلس الدولة، ووجود خصوم ما داخل مجلس الدولة حول إمكانية التوافق مع مجلس النواب بحكم أن تكالى يتبع عبد الحميد دبيبة ولا يرغب في إنتاج حكومة بديلة لعبد الحميد دبيبة، وبحكم أنه لا توجد هناك أي إرادة خارجية حتى هذه اللحظة لإتيان ببديل ما لعبد الحميد دبيبة، بحكم أنهم لا يضمنون هذه الحكومة الجديدة وكيف ستتصرف في المرحلة القادمة. أعتقد بأن الأمر سيكون صعب جدا بإمكانية التصور. ولا تعتقد أستاذ عبد الحكيم أنه حان الوقت لإنهاء هذين المجلسين الأعلى والبرلمان؟ الحقيقة من ينهي البرلمان ومجلس الدولة؟ من هي الجهة الموكل إليها إمكانية إنهاء هذا الأمر؟ الانتخابات، لما لا يتم العمل على انتخابات تشريعية في ليبيا
ومن تالي وبعدها يتم الحديث عن حكومة تخرج عن المجلس التشريعي الجديد، لأنه مسألة وجود كيانين في ليبيا ومسألة الآن ميزانيتين، استحالة أن تكون هناك حكومة موحدة. الحقيقة طوال الفترة الماضية كانت هناك حكومة موحدة. عبد الحميد بيبع عندما جاء من خلال مؤتمر جنيف كانت هناك حكومة موحدة، ولكن الموقف الذي اتخذه عبد الحميد البيبة هو الذي أدى لهذا الانقسام. كانت هناك محاولة سابقة كما تعرف حضرتك أنت بأن محاولة إلى تجميع مجلس النواب ومجلس الدولة بعد انتهاء الفترة التي أعطيت لعبد الحميد البيبة من خلال مؤتمر جنيف أن يكون هناك حكومة بديلة، وتم الاتفاق بين مجلس النواب ومجلس الدولة، وتم إنتاج التغيير التعديل الدستوري رقم 12، وجاء السيد بشاغة حكومة متفق عليها وحكومة جديدة وتم التصويت عليها من قبل البرلمان، ولكنها لم تتمكن من دخول طرابلس بحكم أن لم تتوفر الإرادة الخارجية لاعتماد ما تم التوافق عليه بين مجلس النواب ومجلس الدولة، بالرغم من وجود تعديل دستوري تم التوافق عليه بين اللجنة القانونية في مجلس الدولة واللجنة القانونية في مجلس النواب، ولكن المجموعات المسلحة المدعومة من قبل الأطراف الخارجية وعدم وجود إرادة حقيقية من قبل الأطراف الخارجية المسيطرة على طرابلس منعت إمكانية ترجمة ما تم التوافق عليه بين مجلس النواب ومجلس الدولة بتشكيل حكومة أخرى موحدة بدل حكومة عبد الحميد بيبة التي عملت على هذا الانقسام، وهي التي كانت سبب الأساس بإنشاء حكومة أخرى التي ترأسها في البداية سيد بشاغة ومن ثم حماد. وبالتالي يعني إمكانية خلق حكومة موحدة كانت موجودة، ولكن أعدمت من قبل عبد الحميد البيبة وبانتفاء الإرادة الخارجية التي وافقت على قدوم عبد الحميد البيبة سابقا. أصبح من الصعب جدا تصور إمكانية إنتاج حكومة أخرى بديلة بغض النظر عن ما يجري من توافقات بين مجلس النواب ومجلس الدولة، لأن مجلس النواب ومجلس الدولة حتى وإن اتفقا فلا يمكن تصور إمكانية ترجمة ما يتم التوافق عليه إن لم تكن السيطرة على المجموعات المسلحة التي يفترض أن تسمح لهذه الحكومة بأن تدخل طرابلس من عدمها. أنا أريد أن أذكر هنا بأن حكومة بشاغة لم تتمكن من دخول طرابلس بسبب الأتراك، مش بسبب الليبيين على الإطلاق. الأتراك يعني صار تصريح رسمي من قبل جهات رسمية تركية، قالت نحن من منحنا بشاغة من دخول طرابلس، أي أن الأمر ليس ملكا للأطراف الليبية ولا الأجسام الليبية، توافقت أو لم تتوافق. ورأينا فيما سبق كيف أن اللجنة 6+6 عندما توافقت في المغرب لم يتم الموافقة من قبل مكتب الأمم المتحدة على ما توافق عليه، وتم تعديل إجراء التعديل. ولكن فيما يتعلق بلجنة 6+6 وما جرى في المغرب، في تلك الاجتماعات خرجت العديد من البيانات التي تنتقد ما جاء من اتفاقات، وحتى انتهت الاجتماعات من دون اتفاقات حقيقية، والآن يتحدث تكال عن اجتماعات جديدة في بوزنيقة للحديث عن المناصب السيادية، يعني عودة من جديد إلى المربع الأول. نعم، لأن أنا دائما أكرر أخي العزيز بأن هناك ثلاثة نقاط هي التي تحكم ما يمكن أن يجري في ليبيا وإمكانية إنتاج واقع جديد، لا علاقة له بالمرجعية القانونية والدستورية ولا علاقة له بالأجسام الموجودة. ما يحكم إمكانية إنتاج واقع جديد وحكومة جديدة وتوافقات جديدة هو المال والسلاح والإرادة الخارجية. الآن الحديث عن تغيير المناصب السيادية يقصد به كيفية الخلاص من الصديق الكبير، هذا ما يبحث عنه عبد الحميد البيبة وكيفية إدارة المال، لأن نحن اختزلنا كليبيين في أن نحن عبارة عن نفط يباع وكمية من المال تشبع من هذا البيع، يتحكم فيها شخص ما في كيفية إدارتها لتسليط مجموعة ما من الناس على مصير الليبيين بغض النظر عن مرجعيتهم القانونية والدستورية. وهذا الأمر يتم بالتوافق مع أطراف الخارجية وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية التي توافق على كيفية توزيع هذا المال. ما عدنا مرجعيات القانونية والدستورية وتعبير عن إرادة عامة لما يمكن أن يسمى بالشعب. شعب ما عادش في حاجة اسمها شعب ليبي على الإطلاق، ولا توجد هناك إرادة عامة. هناك أمور أخرى تتحكم في كيفية إدارة المصير الليبي. الأجسام الليبية
التي إليها من أجل إنتاج بديل الماء يدعي تمثيل للحالة الليبية هي الأسهم الموجودة حاليا مجلس النواب ومجلس الدولة، ولكنها فقط تعبير عن إمكانية التوافق بين الأطراف الفاعلة على الأرض وهي المال والسلاح والإرادة الخارجية. حتى هذه اللحظة لا أرى إرادة خارجية تشكلت ووافقت على إمكانية استبدال عبد الحميد البيبة. العائق الأساس أمام إمكانية إنتاج توافقات حول المرجعيات القانونية والدستورية التي وفقها من الممكن أن تجرى الانتخابات. شكرا. وبالتالي ما توفر هذه الإرادة الخارجية ولم تتوفر آلية للتحكم في المجموعات المسلحة التي تحمي عبد الحميد البيبة وكيفية تدفق المال لها، أعتقد بأن نحن لن نستطيع تصور إمكانية وجود أي حل للأزمة الليبية في الفترة القادمة. شكرا جزيلا لك من باريس المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش على كل هذه الإيضاحات.